انتبه لما تريد تعدي الحفار اللي عندك في الموقع، اذا يريد يعدي شارع من اسفلت، فانتبه انه يكون تحط له تايرات تحت السرفه او التشين، لانه التشين ياثر على الاسفلت، ممكن يقلع شويه في الاسفلت ويسوي اثار فيه. وطبعا هذا غير صحيح والبلديه تحاسبك عليه. فشوف العمال عندك الحين يحطون تواير وبعدين يشيلوها من الخلف وبعدين يحطوها أمام التشين أو السرفة، ثم يمشي عليها بعد ذلك حتى لا يصير كونتاكت مباشر ما بين السرفة والتشين، ما بين السرفة أو التشين مع الأسفلت.